السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. مكملين مع بعض في كورس الاورجانيك 2، هنكمل مع بعض ان شاء الله في محاضرة النهاردة هنتكلم عن الامينز، والمحاضرة الجاية هنتكلم عن الاروماتيك امين. ففي المحاضرة النهاردة هنتكلم عن الالفاتيك امين، وفي المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن الارايل هاليد، واتكلمنا عن الالكحول، واتكلمنا عن الايثر والسيكليك ايثر. واللي لسه اول مرة يتابعنا هسيب لكم اللينكات بتاع الفيديوهات اللي فاتت هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك بقى، وتضغط لايك وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وشاركوا الفيديوهات مع اصحابكم بحيث الكل يستفيد، ومع جروباتكم ودفعاتكم. يلا نبدا فيديو النهارده. فيديو النهارده الالفاتيك امين. الالفاتيك امين اللي هي الحاجات الالفاتيه اللي هي مش اروماتيك. الاروماتيك اللي هي الحاجات اللي هي الحلقيه زي البنزين، تمام. قال لك طب اللي هو الامين، الامين ده اللي هنتكلم عن الالفاتيك امين. قال لك دي بتكون اورجانيك كومباوند، مركبات عضويه اللي بتحتوي على البيزك نيتروجين اتوم وزلون بير. يعني ايه الكلام ده؟ عايز يقول لك اللي هو الامين، بيكون الامين ده بيكون عندي اللي هو NH2، تمام. فهو بيكون النيتروجينيه دي بتكون بيزك، بتكون بيزك. يعني عايز يقول لك النيتروجينيه دي المفروض هي اصلا خماسيه، فهي بتكون عامله ثلاث رابط وعندها، فهي كده بتكون عامله رابط وبيكون عليها لون بير، بيكون عليها لون بير. عشان كده احنا بنقول عليها بيزك. عشان تروق لما درست في الكيمياء التحليليه هتلاقي عندك، كان في نظريه لويس كنت بتقول عندك ذره النيتروجينيه دي بتكون ايه؟ بتكون لويس بيز اللي هي عليها لون بير. فهي نتيجه اللي هي عليها لون بير فهي بتكون ايه؟ بيز، تمام. على لما هي عليها لون بير اللي هي المفروض دونيت، بتدي للذره طبعا اللي هي بتكون لويس اسيد اللي هي بتستقبل الالكترونات. فانت عندك الامين دي بتكون ديريفاتيفز من الامونيا، مشتقات من الامونيا، عشان الامونيا دي بتكون NH3. في حين طبعا كل ما بتزود، في حين اللي هو كل ما بتزود ذرات الهيدروجين قال لك بتحل محل مين؟ بتحل محل السبستيتيوتد زي الالكيل او الارايل جروب. عايز يقول لك طب انا بالنسبه للامين دي انا بصنفها ازاي؟ عندي حاجه اسمها برايمري امين، سكندري امين، تيرشري امين. طب انا بصنفهم ازاي؟ حسب مجموعات الالكيل اللي متصله بذره النيتروجينيه. قال لك هنا انا عندي مثلا الامين، قلنا بنصنف ايه؟ الف، بنصنفه اللي هو برايمري سكندري تيرشري. قال لك انا لو عندي متصل اللي هو مجموعه الامين دي متصل بيها الكيل واحده، مجموعه الكيل واحده دي بتكون برايمري امين، تمام. فانت لما تيجي تسميها هنا المفروض متصل بيها مجموعه ميثيل، فتقول ميثان امين. انت اصلا لما تيجي بتسمي المفروض هي عباره عن الكان، فانت بتقول بتمسح يعني هي عباره عن الكان كده، الكان. فانت بتشيل الاي وبتحط مكانها امين، امين، تمام، امين، امين، تمام. هنا بيقول لك الالكان امين، فانت عندك الميثان هنا اول واحد اللي هو متصل بمجموعه الكيل واحده بنقول عليه ميثان امين، اما اللي هو متصل بمجموعتين الكيل ده بنقول عليه اللي هو سكندري امين. لما تيجي تسميه يبقى كده داي ميثيل امين. طب اللي هو متصل بثلاث مجموعات الكيل ده بنقول عليه تيرشل امين، اللي هو اول اللي انت هتسميه تقول تراي ميثيل امين. اخر مركب بقى ده عندي بيكون ايه؟ احنا قلنا الشكل ده كده على بعضيه اسمه ايزوبروبيل. لما انت تلاقي الشكل ده اللي هو CH3 متصل ب CH2 متصل ب CH3، الشكل ده كله على بعضيه اسمه ايزوبروبيل، ومتصل ب امين يبقى ايزوبروبيل امين. نخلي بالنا من الرسمة دي عشان ايه؟ ممكن جالك في الكويز قال لك ايه؟ قال لك ايه هو اسم اللي او ايه هو الكومن نيم بتاع المركب ده؟ هتقول له اللي هو بيكون ايزوبروبيل امين. طب هو ده تصنيفه ايه؟ تصنيفه برايمري امين. طب ليه يا دكتور هو برايمري امين؟ هي اصلا كلها اسم على بعضها كلها كده اسمها ايزوبروبيل، فبالتالي مجموعه الامين مش متصل بها اللي يعتبر. انت بتشوف مجموعه الامين طالع منها كام فرع، مالكش دعوه اللي هو كام ذره كربون متصلين هم مع بعض، لا بتشوف طالع منها كام فرع، طالع منها اللي هي الكربونه دي، فهو بيكون ايزوبروبيل امين، بيكون برايمري امين، تمام. قال لك التسميه هو اللي هو بيكون عباره عن الكان، بتحذف منها الاي وتبقى الكان امين. طب قال لك اللي هو البريوريتي اللي هو الاولويه هنا، قال لك انت لو عندك مجموعه كربوكسيليك ومجموعه كربونيل ومجموعه هيدروكسيل ومجموعه ايه اللي هو الكوكسي او ار واللي هو الامين، فانت عندك لو عندك واحده من دوله مع الامين، ما انت عندك هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك
اللي هو مجموعة اللي هو الكربوكسيليك اللي هو سي او اتش. المجموعة دي بيكون لها أولوية عن الايه، عن الأمين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما يجيلك في التسمية وليت سي او او اتش واللي هو مجموعة الأمين، لا انت هتاخد الأمين هنا اللي هو كمتفرع اللي هو كفرع طالع منها، ومجموعة اللي هو الكربوكسيليك هي اللي بتاخد الأولوية. يعني انت لما تيجي ترقم هترقم من الناحية الأقرب اللي هو مجموعة الكربوكسيليك، بحيث تدي مجموعة الكربوكسيليك أقل رقم ممكن. لو عندك يعني هنا بيقول لك مجموعة الكربوكسيليك بتكون لها أولوية عن الكربونيل، والكربونيل لها أولوية عن الهيدروكسيل، والهيدروكسيل لها أولوية عن الألكوكس، والألكوكس لها أولوية عن اللي هو الأمين. بمعنى أنت لو لقيت أي واحدة فيهم من الحاجات دي طبعا ياخد أولوية عن الأمين. يعني تعال نشوف الكلام ده. قال لك أنت عندك هنا عندك أو اتش وعندك إن اتش 2، أنت ترقم من الناحية اللي تدي لأنهي جنب أقل رقم، ترقم من ناحية اللي هو الهيدروكسيل. ليه؟ قال لك عشان من ناحية عشان الهيدروكسيل بيكون له أولوية عن اللي هو الأمين، فأنت هترتب من ناحية واحد اتنين، فهتقول اتنين أمينو إيثانول عشان هنا ذرتين كربون. طب أنت عندك هنا أو اتش وعندك إن اتش، وهترتب من ناحية مين؟ هترتب من ناحية اللي هو الهيدروكسيل، وهتعتبر الأمينو دي كده كفرع من السلسلة. فأنت لما تيجي ترتب من هنا واحد اتنين تلاتة اللي هو المفروض بروبان، قال لك بس هنا الأمينو متصلة بتاني ذرة كربون يبقى اتنين أمينو بروبانوت أسيد. تمام. قال لك طب أنت عندك الفيزيكال بروبرتيز، الخصائص الفيزيائية بتاعت الأمين. قال لك الامين ده بيكون بولر كومباوند. قلنا بولر معناها اللي هو مركبات قطبيه. طبعا انت بتقول بولر او نون بولر، قلنا على حسب اللي هو الالكترونيجاتيفيتي، السلبيه القاربيه بين الجزيئات وبعضها. قال لك هنا بقى كل الامين ده بيكون بيكون هيدروجين بوند مع الوتر. يعني ايه بيكون هيدروجين بوند هنا مع الوتر؟ قال لك بيكون هيدروجين بوند مع الوتر معناه اللي هو بيكون هنا ووتر سوليوبل. يعني انت لما يكون الحاجه دي بتكون بتضخ في الميه معناها اللي هي بيكون هيدروجين بوند مع الوتر. قال لك طب البريمري امين والسكندري امين، ده اللي بيكون انتر مولكيولر هيدروجين بوند. انتر مولكيولر هيدروجين بوند اللي هو بيكون اللي هو ليه هاي بويلنج بوينت. يبقى كده انت عندك لما تقول الحاجه دي بيكون ليها هاي بويلنج بوينت او اللي هو لو بويلنج بوينت، بيبقى اعتمادا على الانتر مولكيولر هيدروجين بوند. فانت بتشوف لو ليها هاي بويلنج بوينت فكده هي بتكون انتر مولكيولر هيدروجين بوند، لو هي بتكون لو بويلنج بوينت فهي ما بتكونش انتر مولكيولر هيدروجين بوند. تمام. فانت عندك اللي هو البريمري والسكندري بيكون ليهم هاي بويلنج بوينت عشان هو بيكونوا الانتر مولكيولر اللي هو الانتر مولكيولر هيدروجين بوند. تمام. قال لك طب بالنسبه للتيرشري اللي هي بتكون ليها لو بويلنج بوينت عشان هي ما بتكونش الانتر مولكيولر هيدروجين بوند. يعني ايه بقى الانتر مولكيولر هيدروجين بوند؟ عايز يقول لك اللي انت عندك هنا مجموعة الأمين اللي هي الإن دي بتكون إيه؟ بتكون إيه؟ بتكون بتعمل إيه؟ هيدروجين بوند. يعني أنت عندك المفروض هي إن اتش 2. تمام. أنت عندك اتش هي واتش هي، فلما تيجي تتصل بمجموعة أمين تاني المفروض فيها برضو اتنين اتش اتش، فهي بتكون إيه؟ بتعمل ربط هنا أو تعمل قناة بين اللي هو الاتش من اللي هو من مجموعة الأمين التانية، فاللي هي بترتبط باللي هو بالإيه؟ بذرة هيدروجين. يبقى الإنتر نيوكلر هيدروجين بوند اللي هي بتتصل إيه؟ بمجموعات أمين تانية من خلال اللي هي بتعمل بند مع ذرة هيدروجين أخرى. تمام. قال لك هنا كمان ملحوظة اللي هو الرابطة بين الهيدروجين واللي هو النيتروجينية، قال لك بتكون أضعف من الرابطة بين الأكسجين والهيدروجين. ليه؟ قال لك دي بيرجع للإلكترونيجاتيفيتي، عشان الإلكترونيجاتيفيتي بتاع النيتروجين بتكون أقل من الإلكترونيجاتيفيتي بتاع اللي هو الأكسجين. يبقى كده الأكسجين قال لك الإلكترونيجاتيفيتي بتاعتها بتكون عالية عن اللي هو النيتروجين. قال لك طب اللي هو البيزيستي بتاع الأمين اللي هو القاعدية بتاع الامين، اصلا الامين احنا قايلين اللي هو بيكون ان اتش 2، فاحنا قايلين اللي هو النيتروجين بيكون عليها لون بير. نتيجة اللي هو بيكون عليها لون بير هنا قلنا اللي هي بتكون بيزك نيتر بيزك اللي هو قلنا اللي هي بتكون بيزك اللي هو كنا قايلين اللي هي بتكون بيزك النيتروجين هنا بتكون بيزك. فانت عندك اللي هو الامين اصلا بيعمل اللي هو ايه؟ بيعمل كويك بيز، بيعمل كايه اللي هو بيكون قاعدة ضعيفة. فنتيجة اللي هو بيكون قاعدة ضعيفة، القاعدة بتتفاعل مع مين؟ بتتفاعل مع الأسيد عشان يكون لي ووتر سوليبل أمين إيه سولت، بيكون لي أملاح من الأمين ذائبة أو قابلة للذوبان في المية. يعني أنت عندك هنا المفروض ميثيل الأمين سي اتش 3 ان اتش 2 ده بيكون بيز، فيتفاعل مع حمض اتش سي ال عشان يكون لي الملح ده. الملح ده قال لك بيكون ووتر سوليبل بيدوب في المية. أنت أصلا عندك قاعدة اللي هي قاعدة مع حمض يديك ملح ومية، فأنت بيديك الأملاح دي بتكون بتدوب في المية. تمام. يبقى انت عندك هنا كمان ايه؟
قال لك طب انا عندي حاجه اسمها في الحاله الغازيه وفي الحاله اللي هو السائله. قال لك طب في الحاله الغازيه بالنسبه للبيزيستي اللي هو بتاع في الحاله الغازيه، قال لك كل ما بتزود مجموعات الالكيل كل ما بتزيد البيزيستي. يعني ايه الكلام ده؟ عايز يقول لك ان انا عندي اللي هو مجموعه الامين، هي لما تكون متصله بثلاث مجموعات الكيل، التيرشري بتكون اكبر من السكندري، والسكندري اكبر من اللي هو البريمري، والبريمري اكبر من ايه؟ اكبر من اللي هو الامونيا النشادر نفسها، اللي هي بتكون فيها ثلاث ذرات هيدروجين، ثلاث ذرات هيدروجين وما فيهاش ولا ايه ولا مجموعه الكيل. ده بقى انت عندك بقى، احنا هنا قلنا في الجاز فيز اللي هو في الحاله الغازيه الترش الاكبر من السكندري اكبر من البريمري اكبر من الامونيا. هتلاقي الوضع هنا مختلف شويه في اللي هو في الاكيوس فيز في اللي هو الحاله السائله. طب ازاي؟ قال لك هنا انت لما تيجي بترتبها حسب السولفيشن افكت، مترتبة حسب السولفيجن افكت. يعني ايه؟ انت بتشوف اللي هو ذرة النيتروجين دي كده، بتشوف ايه؟ بتشوف كم مجموعة القيل حواليها. انت عندك هنا في الترشري هتلاقي اللي هي بتكون عاملة زحمة جامد، انت من نتيجة اللي هي بتكون عاملة زحمة جامد قال لك هنا هيكون ايه؟ مش هتقدر يعني هنا هتلاقي البيزيست بتاعتها ايه؟ قليلة شوية. فانت عندك في السكندري لما يكون حواليها مجموعتين القيل دي هتلاقي اللي هو السكندري امين هو اللي بيكون اكبر من الترشلي، عشان انت عندك الترشلي هيكون عنده ستيرب جامد، هيكون عنده زحمة جامد، اما اللي هو السكندري عنده مجموعتين الكيل وعنده هيدروجينية هنا، يعني الدنيا مش زحمة اوي. يبقى كده انت عندك هنا الترتيب قلنا بيختلف، عندك السكندري بيكون اكبر من اللي هو الترشلي، والترشلي اكبر من البريمري، والبريمري اكبر من الامي اكبر من الامونيا. يعني انت عندك هنا قلنا كمان اللي هو في الترشلي قلنا طبعا اللي هي بتكون اقل من اللي هو السكندري، قال لك عشان هي في اللي هو في الاكيوس فيز ده، قال لك هي بتكون اقل عشان اللي هو الاستيريك زي ما قلنا بيكون في ستيريك كراودنس، بيكون في زحمه جامد عشان هي بتكون محوطه بثلاث مجموعات القيل. تمام. قال لك هنا كمان هنخش بقى على اللي هو البريباريشن. احنا في كل محاضره ان شاء الله هنتكلم عن حاجات معينه او اي حاجه نتكلم عليها، سواء زي ما اتكلمنا في المره اللي فاتت عن الالكحول او الايثر، او زي ما بنتكلم النهارده عن الامين، وهنبقى نتكلم عن الفينول، بنتكلم عن حاجات معينه، بنتكلم عن الفيزيكال كاركتر في كل حاجه، هنتكلم عن النومنكلتشر، هنتكلم عن اللي هو البريباريشن ازاي احنا نحضر الحاجه اللي معانا، الرياكشن اللي هو التفاعلات بتاعتها. طب هنا عندك اللي هو البريباريشن ده اللي هو ازاي اللي انا احضر اللي هو الامين او اللي هو الاليفاتيك امين. قال لك عندي هتلاقيها، قال لك عندي كام؟ عندي طريقتين عشان احضر الاليفاتيك امين. قال لك اول طريقه عندي اللي هو بيكون الالكيليشن اوف امونيا. يعني ايه الالكيليشن اوف امونيا؟ عايز يقول لك هنا اللي هو بيكون عباره عن تفاعل، انت تفاعل الكيل مع الامونيا هيديني اللي هو الاليفاتيك امين. يعني ايه الكلام ده برضو؟ قال لك عندي امونيا هي هفاعلها مع الالكيليشن اللي هو الكيل هاليد اللي هو ميثيل بروميد اللي هو ار اكس مع الالكيل هاليد. فلما اجي افاعلها قال لك اللي هيحصل هنا، قال لك هيكون لي اللي هو البريمري امين. بس هنا بقى في ميزه كمان، لما انت بتيجي بتحضر من الالكيليشن اوف امونيا بيعمل لي بولي الكيليشن. يعني ايه بولي الكيليشن؟ يعني هو كون لي هنا برايمري ايه؟ برايمري امين. يتكون، طب هو هنا اتكون برايمري امين هنا ازاي؟ قال لك طبعا عن طريق اللي هو هنا طبعا نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، عن طريق اللي هو عمل اتاك على اللي هو الميثيل بروميد، فطلع ذره هيدروجينيه من النشادر قال لك وخد مكانها اللي هو مجموعه الميثيل، وعندك ذره الهيدروجينيه اللي طلعت طبعا ارتبطت بالبروم اللي بره طلع لي هيدروجين بروميد. تمام. الحاجات دي يعني المفروض اللي احنا نكون واخدينها كده في الترم الاول وفاهمينها كويس. فالمهم انت عندك هنا تكون، اهم حاجه عندي قلنا بيحصل بولي الكيليشن. يعني الكلام ده انا اتكون لي برايمري امين، طب هو لو ضفت عليه الكيل هاليد تاني هيكون لي السكندري، لو ضفت عليه الكيل تاني الكيل هاليد تاني هيكون لي التيرشي، لو ضفت عليه الكيل هاليد تاني هيكون لي الكواترنري امونيوم، امونيوم سولت. تمام. هيكون لي الكواتر اللي هو الكواترنري امونيوم سولت. طب انت عندك هنا نفس الكلام اهو، يعني هو هنا مطبق لك، هو قال لك ده برايمري ده اللي هو بيكون قلنا برايمري، قال لك هدفع عليه الكيل هاليت فكون لي اللي هو السكندري امين مجموعتين الكيل اهو، فلما دفع عليه الكيل هاليت تاني قال لك اتكون لي تيرشري، قال لك لما دفع عليه الكيل هاليت تاني اتكون اللي هو كواترنري امونيا.
وحصل هنا بولي الكيليشن في حالة اللي هو الالكيليشن ايه اوف امونيا. طب عندك هنا في الهوفمان قال لك تاني طريقة او تاني طريقة عشان اللي انا اعمل بريباريشن او احضر اللي هو الامين اسمها هوفمان ديجريديشن. هوفمان ديجريديشن اوف اميدا دي بتكون بتحصل بس اللي هو في البريمري امين. طب دي نظامها ايه يعني ايه هوفمان ديجريديشن او يعني ايه انا اعرف هوفمان ديجريديشن؟ قال لك لما تلاقي برامين في حالة او في وجود صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد تعرف اللي ده بيكون هوفمان ديجريديشن. قال لك ده من الاميد. الاميد ده بيكون يعني ايه اميد؟ الاميد ده بيكون عبارة عن اللي هو كربونيل سي دبل بوند مرتبط بيها ان اتش 2. سي دبل بوند مرتبط بيها ان اتش 2 دي اسمها اميد، تمام. فانت عندك هنا اللي هو المركب ده المثال اميد ده لما اجي فعله مع الهوفمان ديجريديشن المفروض هيكون لي اللي هو الامين اللي انا عايزه، الامين اللي هو الان اتش 2. طب ايه اللي بيحصل في الهوفمان ديجريديشن؟ هنا بتعمل لوس للوان كربون، بتعمل لوس بتفقد اللي هو الكربونيل دي اللي هو السي دبل بوند دول، بتعمل لها هنا بتختزلها، تعمل لها ريدكشن او اللي هي بتفقدها بتحوشها، واللي يفضل هو اللي تكتب اللي هو المثال لازق فيها اللي هو الامين فبيكون لك الامين. يبقى كده الهوفمان ديجريديشن اوف امين اللي هو عبارة عن تفاعل الأميد بفعله مع الهوفمان ديجريديشن اللي هو اللي هو البرومين في وجود الصوديوم هيدروكسيد والبوتاسيوم هيدروكسيد، دي بيكون في حالة اللي هو برايمري أمين بس، فبيكون اللي هو الأمين عن طريق اللي أنا بعمل لوس أوف كربون ايه كربون اتوم اللي انا بفقد مجموعه اللي هو الكربونيل. طب احنا كده قلنا حضرنا الامين عن طريق اللي احنا عملنا الكيليشن للامونيا اللي هو الكيل مع الامونيا. قال لك تاني طريقة اللي هو الهوفمان ديجريديشن اللي هي البرومين في وجود الصوديوم هيدروكسيد، فكون لي اللي هو الامين عن طريق اللي احنا شلنا مجموعة الكربونيل. طب تاني كده احنا خلصنا البريباريشن، هنخش على جزئية تانية وهي الرياكشن. طب هي بقى تفاعلات اللي هو الامين. قال لك انا عندي حوالي اللي هم اربع تفاعلات للامين. اول تفاعل اللي هو السولت فورميشن. ايه هو نظام تفاعل السولت فورميشن؟ مش انا قايل لك من الاول اللي هو الامين دي بيكون نظامها اللي هو بنقول عليها اللي هو ويك بيز، نتيجة اللي هي ويك بيز بتتفاعل مع السترونج اسيد فبتكون لي ووتر سوليابل سولت. انت عندك هنا الامين نتيجة اللي عليها لون بير فبتكون ويك بيز فبعيلها مع اللي هو السترونج اسيد فبيكون لي ووتر سوليابل سولت. ووتر سوليابل سولت اللي هي املاح قابله للذوبان في الماء. طب هو هنا ايه اللي بيحصل؟ اقول لك هنا ايه اللي بيحصل. انت عندك بيحصل هنا على طول اللي هو يعتبر اللي هو بتنزل زي ما هو باللي انت بتعمل اديشن عليه، فبتنزل ان اتش 2 مع اتش هيديك ان اتش 3 سيل، فبيكون لك اللي هو ملح حمض مع قاعده هيديك ملح قابل للذوبان في الماء. ده تاني تفاعل. قال لك عندي اللي هو الالكيليشن دي زي اللي هو البريباريشن. البريباريشن كنا بنقول بنحضر عن طريق الالكيليشن من الامونيا. عندي بالتفاعل اللي هو تفاعل الالكيليشن يعني انت برضو بتفاعل. قال لك بس هنا عندي الامين هنا من فعله كان نيوكليوفيل. طب ازاي الكلام ده؟ قال لك انا عندي اللي هو المثال بروميد مع الامونيا. قال اللي بيحصل عندي هنا قال لك ان الامين هنا اللي هو بيحصل بيتفاعل اللي هو كانيوكليوفيل، وفي حاجه لو نفتكر اللي احنا قلنا بيحصل بولي الكيليشن. طب انت عندك هنا المفروض اللي هو النشادر دي عباره عن ان اتش 2 عباره عن ان اتش 2 واتش، فانت عندك الامين قال لك هفعلها كانيوكليوفيل بتكون نيجاتيف، واللي هو اللي هو الهيدروجين بتكون بوزيتيف. فانت عندك النيوكليوفيل هيعمل اتاك على مجموعه الميثيل فيديني سي اتش 3 ان اتش 2، وهيطلع لي طبعا هطلع اللي هو الاتش من هنا هيتفاعل مع اللي هو البروم فهتديني هيدروجين بروميد بره. فهنا حصل ايه؟ حصل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. ازاي؟ عن طريق اللي هو قال لك اللي هو الامونيا دي عباره عن حاجتين، امونيا اللي هو امين ولو معاها اتش، فالامين دي بتكون بنعتبرها زي ما قلنا نيوكليوفيل فبتعمل اتاك على مجموعه الميثيل وتطلع الاتش اللي جرها، وهنا يحصل سبستيتيوشن عن طريق اللي هي بتستبدل الاتش اللي معاها بمجموعه ميثيل، والاتش طبعا بتطلع بتتفاعل مع البروم بتدينا هيدروجين بروميد، تمام. هقولنا طبعا هنا قهوة هنا برضك بيقول لك بتفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد على اساس اللي هو ممكن يقول لك الهيدروكسيد دي بتتفاعل مع الاتش اللي طالع ويفقد مية، واللي هو الصوديوم دي بتتفاعل مع البروم اللي طالع ويديني صوديوم بروميد، تمام كده. فانت عندك هنا كمان قلنا بيحصل في الالكيليشن بيحصل حاجه مميزه جدا اللي هو البولي الكيليشن. يبقى احنا عندي هنا كون لي برايمري امين اهو، انت عندك اللي هو الامين متصل بها مجموعه الكيل واحده فدي برايمري امين. قال لك انا لو فعلتها مع الكيل امين تاني هيديني سكندري امين، فعلتها تاني مع الكيل هلايد هتديني ترشري امين، فعلتها تاني مع البرايمري امين هتديني كواترنري امونيوم
كواترن الامونيوم بروميد. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن اللي هو السولت فورميشن، اتكلمنا عن الكايليشن اوف، اتكلمنا عن اللي هو الالكايليشن، واعتبرنا فيها للامين اللي بيكون نيوكليوفيليك. ثالث حاجه هنتكلم في عليها في الرياكشن التفاعلات، اللي هو تفاعل اللي هو النيتروس اسيد، ودي حكايه بقى معانا. بص، قال لك النيتروس اسيد ده اصلا بيكون ويك اسيد، احنا عارفين اللي هو بيكون كمان فيري ويك اسيد، بيكون الحمض ضعيف جدا. ده طبعا بعكس مين؟ بعكس اللي هو، بعكس اللي هو اخوه اللي هو النيتريك اسيد. النيتريك اسيد ده بيكون طبعا فيري سترونج، قوي جدا، بس النيتروس اسيد ده بيكون فيري ويك اسيد، فهو ما ينفعش افاعل او انا اعمل تفاعل مع ويك اسيد. فاحنا بنحضره في اللي هو في السي تي يو. قال لك السي تي يو ده عباره عن تفاعل اللي هو الصوديوم من الصوديوم نيتروز، قال لك مع اللي هو الاتش سي ال. فانت لما تفاعل الصوديوم نيتروز ده مع الهيدروكلوريك اسيد، طبعا معروف اللي هو هيديني، هيديني اللي هو النيتروس اسيد عن طريق اللي انت تفاعل اتش مع ان او 2، ده هيديني اللي هو صوديوم كلوريد ونيتروس اسيد. بس احنا هنا عشان نظرا للي هو بيكون فيري ويك اسيد، فاحنا هنفعله في السي تي يو عن طريق تفاعل اللي انت تقول صوديوم صوديوم نيتروز مع الاتش سي ال، فيديك اللي هو المركب اللي انت عايزه اتش ان او 2 او اتش او ان او، هو هو برضو اتش ان او 2. تمام، فانت عندك ايه اللي بيحصل؟ انا لما فاعل الامين بقى مع النيتروس اسيد، قال لك عندي كذا حاجه. هنشوف مع البريمري امين هيديني ايه، مع السكندري هيديني ايه، مع التيرشري هيديني ايه. انت هنا بيقول لك انا عندي هنا في اللي هو في البريمري الفاتيك امين ده يتفاعل ويكون تمام 100 100، يتفاعل مع النيتروس اسيد ويكون لي حاجه اسمها الكايل ديزونيوم ايون، ودي مهمه جدا. عندك الالكايل ديزونيوم ايون ده بيكون نوت ستيبل، فهو بيتحل نتيجه اللي هو بيكون نوت ستيبل، فبيتحلل بسرعه للكربوكاتين. قال لك وبيفقد اللي هو ذره النيتروجين. قال لك طب نتيجه اللي هو بيفقد ذره النيتروجين فبيسيب الكربوكاتين لوحده، فالكربوكاتين بسرعه هنعتبره هيتفاعل هيتفاعل قال لك بسرعه مع اي نيوكليوفيل كده معدي في الوسط، وممكن بقى يكون لي اللي هو الكحول، وممكن يكون لي الكايل هاليت. طب انا تعالوا نوضح بقى الكلام اللي احنا قلناه ده. بيقول لك انا هنا عندي برايمري امين، لو مجموعه امين متصل بيها مجموعه الكيل واحده فدي برايمري امين. لما اجي افعلها مع الصوديوم نيتروز والاتش سي ال، قال لك بيتكون لي الكيل ديزونيوم سولت. طب انا اعرف الكيل ديزونيوم ايون، طب هقول لك على شويه حاجات كده. يعني ايه ديزونيوم؟ معناها اللي هو ايه؟ ان ذره نيتروجين تريبل ايه، تريبل بوند مع اللي هو ذره نيتروجين تانيه، فالكيل ديزونيوم معناها الكيل اهي لازقه في الديزونيوم اللي هو ان تريبل بوند ان. فايه اللي بيحصل؟ قالك بيتكون لي الالكيل ديزونيوم ايون. طب ايه اللي بيحصل؟ قالك ده بيكون نوت ستيبل، مش ايه مش مستقر، او اللي هو ما بيكونش ستيبل. فنتيجة الحاجة اي حاجة مش ستيبل فيكون يحصل لها ديكومبوزيشن بسرعة، هتتحلل بسرعة. قال لك وهيفقد ذرة النيتروجين ده، هيفقد الديزونيوم ده، وهيفضل اللي هو الالكيل. فالالكيل هنا بتكون اصلا كاربوكاتين عليها شحنة موجبة، فهي هتتفاعل مع اي نيوكليوفيل معدي وتديني اللي هو ار نيوكليوفيل. ازاي الكلام ده؟ تعال نطبق على مثال. قال لك تعال نطبق على مثال اهو. قال لك انا عندي ده بيكون برايمري امين، ده احنا قلنا برايمري امين عشان ان اتش 2 متصل بيها او متفرع منها. ليه فرق معايا؟ اقول شوف متفرع كام حاجه سي اتش 2، ماليش دعوه بقى بالسي اتش 3 دي، انا بشوف متفرع منها قد كده. متفرع منها مجموعه اقول بقى سي اتش 2 بس، او اللي هو مجموعه المسائل كلها على بعضيها، اهم حاجه متفرع منها حاجه واحده، فدي برايمري امين. لما اجي افعله مع الصوديوم نيتروز هنا في وجود الاتش سي ال، ايه اللي هيحصل؟ قلنا زي ما قلنا هنا، ايه اللي هيحصل؟ هيكون لي الكيل ديزونيوم قال لك ايون. طب ازاي؟ قال لك السي اتش 3 سي اتش 2 دي هتنزل زي ما هي، قال لك والان اتش 2 دي هتتقلب اللي هو ديزونيوم اللي هو ان تريبل بوند ان، فهيحصل لها قال لك نتيجه اللي هي بتكون نوت ستيبل، هيحصل لها ديكومبوزيشن، هيفضل اللي هو سي اتش 3 سي اتش 2، وده بيكون اللي هو الالكيل، وبيكون اصلا عباره عن كربوكاتين، فيتفاعل مع اي نيوكليوفيل معدي مثلا زي الميه. فالميه هنا بتكون نيوكليوفيل، لو اتفاعل معاها تديني الكحول عشان عن طريق انت هتفقد هيدروجينيه منها، ويفقد يفضل مجموعه هيدروكسيل. هتتفاعل معاها يديني ايه؟ هيديني قلنا ايه؟
هيديني طبعا الكحول. طب انا لو فعلته مع هاليد معدي هيديني طبعا الكيل هاليد، فدي السبب اللي انا بقول لك هيتفاعل مع اي نيوكليوفيل. النيوكليوفيل ده لو ميه هيديني الكحول، والنيوكليوفيل ده لو ايه لو الكيل هيديني الكيل هاليد. تمام كده، يبقى احنا كده اتكلمنا عن النيتروس اسيد في اللي هو البريمري ايه، في البريمري امين. طب انت عندك خلي بالك هنا ممكن يجي لك مثلا في امتحان يقول لك انا عندي برايمري امين مثلا زي ده، ايه اللي هيحصل لما فعله مع الاتش ان او 2؟ تعرف ان مثلا هو قال لك اتش ان او 2 يبقى قصده اللي هو برضه نفس التركيبه دي لما بنفعل النيتروس اسيد ده في اللي هو في السي تي يو ان اي ان او 2 مع الاتش سي اللي هي، يقول لك ايه اللي هيتكون لي؟ طبعا هتقول له هيتكون لي اللي هو الالكيل ديزونيوم اين ده، وممكن تكتب كده المعادله الالكيل ديزونيوم اين مثلا ما تكون فهيتحلل الديزونيوم ويفضل لي الالكيل، والالكيل طبعا قلنا ده طبعا هيتفاعل مع اي نيوكليوفايل كده وتكتب له في البتاع ار ان يو اللي هي دي، قال لك اي تفاعل مع اي نيوكليوفايل يعني المعدة دي معناها اللي هو لو تفاعل مع المية هيديني الكحول، لو تفاعل مع الكيل هتديني هاليد. تمام الكيل هاليد. فانت عندك بقى تاني حاجة هنتكلم عليها اللي هو بيقول لك السكندري الفاتيك امين من فعله مع النيتروس اسيد هيديني برضه حاجة مميزة اسمها اللي هو ايه الان نيتروزامين، هيديني النيتروزامين. احنا قلنا كده اللي هو يعني ايه ديزونيوم معناها ان تريبل بوند ان. طب قال لك يعني ايه نيتروزامين معناها ان دبل بوند ومرتبطه مع اللي هو، وهنقول يعني ايه ان دي اللي احنا ايه واشين دماغنا بيها اهم حاجه يتكون لي نيتروزامين اللي هو ان دبل بوند او. فقال لك انا عندي اهو سكندري اللي فاتت امين اللي هو الامين اهو متصل بمجموعتين الكيل، فدي سكندري لما فعله مع النيتروس اسيد اللي هو الصوديوم نيتروز مع طبعا مع الاتش سي ال، قال لك مع الاتش سي ال اللي هيحصل، قال لك هيتكون لي ان نيتروزامين اللي هو الامين اهو، قال لك بيكون ايه بيكون اللي هو بيكون في نيتروزامين اللي هو ان دبل بوند او. طب ايه هي بقى حكايه الان؟ قال لك حكايه الان دي كلمه ان دي يعني شوف مجموعه الامين لو متصله بيها مجموعه ميثيل فانت بتقول عليها ميثيل امين، لو متصل بها اكتر من مجموعه ميثيل متصل بها مجموعتين ميثيل تقول عليها ان نيتروزامين، طب لو متصل بها ثلاث مجموعات ميثيل اقول عليها ان داي ميثيل امين. فانت عندك هنا هي اللي هو الامين اللي هو الامين بيكون متصل بمجموعتين الكيل، فانت هنا هتقول ان يعني سي ان مع سي اتش 3 هنعتبرها دي كده ايه، هنعتبرها اللي هي كده مجموعه ميثيل ثابته موجوده دي نيتروزامين، فانت نتيجه وجود مجموعه الكيل تانيه فهتقول عليها ان نيتروزامين. طب بالنسبه للترشل دي طبعا مش بيتفاعل بيديني نو رياكشن لما اجي افعله مع اللي هو الترشل اللي فاتت امين. طب ليه انا لما فعل اللي هو الترشل اللي فاتك امين مع ال اتش ان او 2 دي بيديني نو رياكشن؟ عشان زي ما انت شايف حواليه ثلاث مجموعات الكيل مفيش اي اتش عنده موجوده، قال لك عشان هو ما عندوش اصلا اي اتش، الاتش دي اللي احنا المفروض كنا بنستبدلها اللي هو بتكون لي النيتروزونيوم، قال لك ايه النيتروزونيوم امين اللي هو الان دبل بوند او. انت عندك النيتروزونيوم دي كانت بتتكون ازاي اهي، قال لك كانت بتتكون ازاي عن طريق اللي انا كنت بشيل الاتش دي واحط وتكون مكانها النيتروزينيوم. فانت عندك حاليا دلوقتي ما عندكش اي ذره هيدروجينيه اللي تكون لك النيتروزينيوم. تمام يبقى كده في البرايمر ايون تكون لك الكيل ديزونيوم ايون، في السكندري تكون لك ان نيتروزامين، في الترشري هيتكون مش هيتكون لك اي حاجه نو رياكشن. فالميكانيزم بتاع اللي هو البريمر امين اول واحد اللي هو قلنا هيتكون لي اللي هو الديزونيوم سولت اهو، قال لك تعالى نشوفه، قال لك انت عندك اللي هو الاتش ان او 2 ده قال لك عبارة عن اللي هو مثلا اللي هو نيتروزامين مرتبط بيه مجموعة هيدروكسيل، قال لك لو عمل لو ضفت عليه اديشن للاتش اللي عنده هيحصل بروتونيشن، فاللي هو هيجعل ايه بقى؟ هيجعل ذرة اللي هو الاكسجين دي، عشان الاكسجين دي برضه بيكون عليها لون بير، فنتيجة عليها لون بير بعد ما تكون عليها هتفقد طبعا اللي هو المية دي، فلما تفقد المية هيفضل لك اللي هو النيتروزامين. النيتروزامين انا لو فعلته مع البريمري امين هنا قال لك ايه اللي هيحصل؟ قال لك النيتروجينية دي بتكون عليها قال لك النيتروجينية دي بتكون النيتروجينية المفروض دي بتكون عليها اللي هو لون بير، فاللي هو تعمل طبعا اتاك على اللي هو النيتروزامين هنا فهيرتبطوا كده مع بعض. فانا لو شلت اللي هو لو عملت اليمينيشن او اللي هو عملت دي بروتونيشن اللي نزلت اتش منها فهيتكون الشكل اللي موجود قدامك ده. فانت عندك تعال نشيل دي كده نوضح الدنيا هنا،
قال لك نتيجة ان انا شلت اتش اللي فوق والاتش اللي تحت، فكون لي اللي هو سي اتش 3 ان ان او اتش. فهنا برضه هيضيف مجموع، هيضيف اتش عشان ايه؟ يكون ميه ويشيلها في الاخر. يعني عايز يقول لك اللي هو بيكون لي الكيد دايزونيوم اللي هو بيشيل كل الاتشات اللي حوالين الان، ويكون لي اللي هو تريبل ان تريبل بوند ان، اللي هو يكون لي اللي هو الدايزونيوم زي ما قلنا اللي هو بيكون ان تريبل بوند ان. فاحنا كده الحمد لله خلصنا اللي هو الرياكشن، وخلصنا الرياكشن قلنا كده لسه معانا يعتبر هو واحد اخر حاجه، اتكلمنا عن السولت فورميشن واتكلمنا عن الالكايليشن اللي هو التفاعل مع الاتش ان او 2. اخر حاجه عندي حاجه اسمها هوفمان كاربايل امين رياكشن. نفتكر اللي احنا قلنا في البريباريشن كنا بنعمل حاجه اسمها هوفمان ديجريديشن، دي بتكون عباره عن تفاعل اللي هو البرومين في وجود صوديوم هيدروكسيد، فكان كنا بنشيل ساعتها اللي هو ونفتكر مع بعض اللي هو الكربونيل السي دبل بوند او عشان يكون لي الامين. طب الهوفمان كاربايل امين ده نظامه ايه؟ بيتفاعل مع البريمري او بيتطبق على اللي هو البريمري امين بس. ده بيكون نظامه ايه هنا؟ قال لك ده بيكون تبع البريمري امين بس. فاللي هو بيتكون ازاي او نظامه ايه؟ هي عبارة عن تفاعل اللي انا بفعل بريمري امين مع الكلوروفورم اللي هو سي اتش سي ال 3. قال لك ده واللي هو الان اتش هيديني اللي هو الايزوسيانيد او الكربايل امين. يبقى الايزوسيانيد هي الكربايل امين، دي بيكون ليه نيستي اودر، الريحه بتاعته بتكون نيستي. قال لك دي هي دي الدليل وجود اللي هو بريمري امين اللي هو النيستي اودر. طب انت عندك هنا اللي هو قال لك بريمري امين اهو، قال لك لما فعله مع الكلوروفورم في وجود صوديوم هيدروكسيد اعطاني اللي هو ايه؟ اعطاني اللي هو الكربايل امين. يبقى احنا كده عندنا ثلاث مصطلحات نخلي بالنا منهم. لو لقيت ان تريبل بوند ان ده كده دايزونيوم سولت، لو لقيت ان دبل بوند او ده كده اللي هو نيتروزامين، لو لقيت ان تريبل بوند سي ده بيكون اللي هو الكربايل امين. فانا عندي هنا لما فعلت برايمري امين مع كلوروفورم في وجود صوديوم هيدروكسيد، قال لك هنا كون لي دي اللي هو الكربايل امين سي تريبل بوند ان اللي هو الكربايل امين. الميكانيزم بتاعه قال لك الكلوروفورم اللي انفعله مع الصوديوم هيدروكسيد انا فعلته معاه هيشيل اللي هو الاتش سي ال من هنا، يشيل سي ال واحده من هنا واتش من هنا، فيفضل اللي هو الداي كلورو كاربين. فانت عندك الكلور عليها اللي هو عليها لون بير، فلما تيجي تفعلها مع البريمري امين هنا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هنا انت هتعمل ايه؟ هتوزع اللي هو الاتش هنا انت عندك هنا المفروض هنا انت عندك هتوزع الاتش سي ال فوق هنا واتش سي ال هنا، وبعدين هتشيلهم هتفقدهم هنا. فانت لما تفقدهم هيديني اللي هو الكربايل امين بتاعتي اللي هو سي تريبل بوند ان مع سي اتش 3 دي. نتيجة اللي انا شلت الاتش سي ال اللي هنا والاتش سي ال هنا فكوا لي الكربايل امين، ودي بيكون ليه نيستي اوردر. يبقى احنا كده زي ما قلنا خلصنا الرياكشن بتاع اللي هو الاليفاتيك امين. في اخر جزئيه ان شاء الله هنتكلم عليها اللي هو السيباريشن اوف امين، ازاي انا افصل الامين. بفصل بطريقه عندي اسمها اللي هو الهينزبرج ميثود او اللي هو الهايزنبرج، لو الاسم ده كنا واخدينه قبل كده. قال لك ده بيكون عباره عن ايه؟ اللي هو بيفصل البريمري والسكندري والتيرشري. عباره عن ايه اللي هو الهايزنبرج ده؟ عباره عن اللي هو البنزين سلفوني الكلوريد، بعمل له ميكس طبعا مع اللي هو الكي او اتش، وبنشوف مع الترش اللي بيديني اياه والسكندري بيديني اياه والبريمري بيديني اياه. فانت عندك لو نفتكر كده في حاجه كان الترش اللي ما بيتفاعلش معاها اللي هو كان تابع الاتش ان او 2، لو نفتكر لما فعلناه مع الامين ما كانش بيديني رياكشن عشان ما كانش بحوالي اتش. فانت عندك هنا لما تيجي تعمل سيباريشن للامين في الترش الامين برده مش بيتفاعل مع اللي هو زي ما قلنا البنزين سلفوني الكلوريد، فكده انا هفصله بالديستليشن. الديستليشن اللي هو بتفصله بالتقطير، عمليه التقطير. بس في السكندري لا تمام بيتفاعل معاه اللي هو البنزين سلفوني الكلوريد. قال لك هو بيتفاعل بس انسوليا، ولا ما بيدوبش في الكي او اتش دي بوتاسيوم هيدروكسيد. ولما بفصله بالفلتريشن ده اللي عايز يعرف شكل اللي هو البنزين سلفونيل كلوريد. قال لك هو حلقة بنزين عشان كده بنقول عليه بنزين وبنقول عليه سلفونيل. قال لك سلفونيل عشان هو بيكون اس، هي عليه عندك اس، الاس دي بتكون طبعا عارفين ان هي تكافؤ سداسي، فعامله دبل بوند او مع الدبل بوند او كده رباعي التكافؤ، ورابط وعامل خامس رابطه مع البنزين، والكلوريد اللي خامس سادس رابطه. فعشان كده اللي هو
الكبريت بتكون سداسي التكافؤ، فبيكون حوالي 6 روابط، فهو بنزين اهو والسلفونيل عشان فيه اس، والكلوريد فهو دول بنزين سلفونيل كلوريد. وقلنا مع التيرشري مش هيتفاعل، مع السكندري هيتفاعل بس مش هيدوب في اللي هو الكي اتش، وبينفصل باللي هو بالفلتريشن. عندك بقى البريمر امين دي بيعمل كل حاجه، بيتفاعل مع اللي هو البنزين سلفونيل كلوريد، وبيدوب في اللي هو البوتاسيوم هيدروكسيد، نتيجة اللي هو بيكون بيضيف في البوتاسيوم هيدروكسيد، ما طالما هو بيزي فبيكون ليه الاسيدك هيدروجين، فبيكون لي السولت. يبقى اللي بيكون لي السولت عندي هنا اللي هو البريمري امين. وكده احنا نكون خلصنا محاضرة النهاردة، واتمنى الجميع يكون استفاد. وما تنسوش بقى تدعمونا بالاشتراك وتضغط لايك وتفعل زر الجرس زي ما قلنا، واي حاجة تحتاجوها سيبوها في الكومنتات تحت، ونرد على حضراتكم باذن الله. وانتظرونا في الفيديو القادم بعنوان اللي هو الاروماتيك امين، ومكملين مع بعض في الكورس ان شاء الله. واتمنى يكون الجميع استفاد، وشكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.